أعلن وزير الداخلية التركي علي إرليكايا وقوع قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيرة في أنقرة، وأوقع 5 قتلى بينهم منفذ الهجوم، فضلاً عن 14 جريحاً بينهم 3 في حالة خطرة. ووقع انفجار قوي في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية توساش في أنقرة، وعقابه إطلاق نار في المنطقة، كما أفادت وسائل إعلام تركية باحتجاز رهائن، مشيرة إلى أنه لم يعلن أي طرف أو لم يعلن أي طرف بعد مسؤوليته عن هذه العملية. Lord.